طبعا لو قعد ابرر موقفي لحد الصبح محدش هيصدق، لان انا عارف انه وعدتكم ان هعمل كورس الهاكر الاخلاقي. للاسف لسه هبدا في الكورس، لقيت حاجات كتيره حصلت لي. انا هعمل قناه في لوجات، ابقى احكي لكم على كل اللي حصل لي في الفتره اللي فاتت وعن بعض التشجيع والتحفيز، وهتكون حاجه عظمه. اللينك في الوصف. المهم كل خميس فيديو جديد، وهيكون واحد شورتس وواحد فيديو كبير، وان شاء الله الفيديو الكبير هيكون متنوع. طيب بقالنا فتره كبيره جدا ما اتكلمناش عن موضوع معين، سنه لا اتنين لا تلاتة، 3 سنين ما اتكلمناش عن الموضوع ده. الناس القديمة عارفة انا بتكلم على ايه، وهتفرح لما تعرف الفيديو ده عن ايه. وقف الفيديو وخمن انا هتكلم عن ايه في الفيديو ده. شايفك اللي بتجري الفيديو. انا يا شباب هتكلم عن SCP. ايوه انا داخل بقوة على وحوش الـ SCP. من تاني اللي معرفش ده ايه، دي منظمة خيالية، خلينا نقول خيالية مع اني انا شاكك في الموضوع ده. والمنظمة دي بتلم اي نوع غريب بره تصنيف البشر، يعني لو في حيوان غريب في مكان ما الحكومات بتتصل بالمنظمة دي عشان تعرف هو آمن ولا لا، وإيه فصيلة الحيوان ده أو الكائن ده. منظمة SCP فيها أكتر من 2000 كائن، منظمة عندها تصنيفات كثيرة للكائنات اللي موجود فيها. التصنيفات دي أول حاجة فيها هي سيف، وده غريب بس آمن، وغير دار. تاني تصنيف فيها يوكليد، ده عنده طاقة غريبة مش مضر. تالت تصنيف كيثر، ده خطير على البشرية كلها، وأي تهاون فيه ممكن يقضي على أفراد المنظمة ويخرج جميع الكائنات اللي في المنظمة. دلوقتي أنت عرفت إيه هي منظمة SCP، تعال بقى أعرفك عن كائن غريب جدا أنت عمرك ما سمعت عنه ولا عرفته. صلى على النبي، يلا بينا نبدأ. SCP-001. لو دورت ولفيت في اليوتيوب مش هتلاقي اي حد اتكلم عن SCP-001، لان في منظمة SCP لو دورت في الموقع بتاعهم هتلاقي ان الكيان SCP-001 ملوش اي وجود، وكمان بيحذروا اللي هيدور عليه علشان على حد كلامهم ان الصفحة مفقودة. طيب طالما الصفحة مفقودة ليه بتحذروا بيحاول يدور عليه؟ طيب انتوا ما بدأتوش ليه من رقم 2 على طول؟ ليه طيب انتوا عاملين له صفحة اصلا؟ في اسئلة كتير في دماغك دلوقتي، لكن انا هبسط لك الموضوع احكي لك عن هم بيعملوا كده ليه. لا 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 ثواني، دقيقة واحدة بس. وانت ما عملتش اشتراك لحد دلوقتي، تعرف ان اكتر من 90% من اللي بيتفرجوا على القناة مش عاملين اشتراك؟ حرام والله، ده احنا فاضلنا شوية صغيرين جدا ونوصل 10,000. اعمل اشتراك ودوس لايك عشان الفيديو ينتشر اكتر والناس تعرفه، الجيش بتاعنا هيزيد. وتعالى اقول لك الكائن ده غريب ليه، وان شاء الله الفيديو ده لو جاب اكتر من 200 لايك هعمل لكم مفاجأة جميلة جدا هتعجبكم كلكم. المهم يا شباب، هنخش موقع المنظمة هتلاقي ان المنظمة كاتبة تحذير، سيتم تصفية اي شخص غير المرخص دي بالدخول الى هذا الملف على الفور من خلال لامبرمان ولانجيفور، عميد علم التطور الثقافة القاتل، ودي التخرج الأسفل دون تلقيح نقي مناسب إلى توقيف القلب الفوري الذي يتبعه الوفاة لقد تم تحذيره. رسالة غريبة جدا جدا، أنا عن نفسي مفهمتش هو يقصد إيه بالظبط. أنا مش عارف هو قصده إيه بالبرمامان رانجفورد ده، هو عميل عندهم ولا هو كائن الـ SCP-001؟ وكاتبين كمان لقد تم تحذيره، يعني اكيد الموضوع ده وراه حاجات كثيرة احنا مش عارفينها. انا اول ما شفت الرسالة دي قررت اني مش هسكت وهدور كل مكان عشان اعرف اجيب لكم المعلومات الاكيد. دورت في صفحات كثيرة لغاية ما لقيت صفحة غريبة جدا مكتوب فيها سر للغاية، ودخلت الصفحة دي. انا ليا في البرمجة وكده، لقيت الصفحة مكتوب بلغة برمجة غريبة اول مرة اشوفها، مكتوب وصف للكيان وتصنيفه والاوضة المعجوز فيها. انا بقرأ الوصف للكائن حاسس اني حرفيا مرعوب، لان الوصف ده اول مرة اشوفه في كائن في الـ SCP. لما دورت اكتر عرفت الاوضة المعجوز فيها للكائن وصفها ازاي. هي عبارة عن مكان محاط بالاشعة الصينية، موجود فيها اكتر من 560 حارس، والاوضة مساحتها 800 متر مربع، والكائن مربوط بجنازير كتير. يقال انه لو الكائن ده زي ما هو كده بالجنازير بتاعته، والغريب ان الجنازير دي شكلها غريب، المادة غريبة مش معروفة وصلبة لدرجة ان مفيش قوة على وجه الارض ممكن تفك عقدة منها. تخيل كده مدة غرابة الكائن ده. الكائن ده تصنيفه الكيتر، هو الكائن ده ملوش وصف معين، انه تقريبا هو شفاف او ملوش كيان زينا لحم ودم وكده. على كلام الموقع الكائن ده شبه بني ادمين بالظبط، بس في حاجة غريبة شوية، شعره كبير من الجنبين وفي عين من عيونه ممسوحة يعني بعين واحدة. مكتوب في الموقع انه لقوا كلام غريب مكتوب على جبهته يعني على راسه من فوق. الكائن ده عنده اتصال بالكواكب، وكمان بيقدر يجيب اي شيء ويحرك اي شيء عن بعد، وكمان دايما مغمض عينيه وبيفتحها كل فترة.
وصف الكائن ده غريب لدرجة لا تتخيلها. الكائن ده بيتكلم لغة غير مفهومة وبيعمل حركات غريبة. المشكلة ان بعد ما قرأت عن الكائن ده شوية لقيت الموقع قفل لوحده، واتأكدت من النت لكن النت شغال ومفهوش اي حاجة. استغربت اكتر وفضلت ادور اكتر من ساعتين على اي حاجة وما لقيتش اي حاجة عن الكائن ده. فقدت الامل ورحت عشان انام. جه في دماغي فكرة اني مدورتش في الدارك ويب، وفتحت التليفون وقعدت ادور لغاية ما لقيت موقع غريب جدا جدا ومكتوب اسرار العالم الخفي بالانجليزي، وقعدت اقرأ مكتوب اسرار الكائن المسيطر على العالم SCP-001. فرحت اني لقيت حاجة عن الكائن ده تاني، مكتوب رسالة تعزيرية غريبة برضو: اذا عرفت هذا المعلومات حاول ان تبقى في البيت او عدم الخروج في الشمس او الافصاح باي كلمة من هذا الكلام، ان كائن خفي موجود في كل مكان في العالم الا المدينة المنورة في السعودية. انا قرأت كده وخفت بصراحة، لان المواصفات دي مش موجودة غير في حاجة واحدة بس في دماغي، واكيد انتوا كمان بتفكروا في نفس الحاجة. انا قررت اقرأ رغم اي حاجة. مكتوب الكائن خفي موجود في كل الديانات، وكل يوم بيتم تعزير منه لانه بسبب الدمار في الارض من 1855. مكتوب ان الكائن محفوظ في المكان اللي قلت لكم عليه دلوقتي، ومكتوب ان الكائن بيدخل كل اسبوع 7 اشخاص مقنعين من اغنى اشخاص على الارض، وكمان مكتوب ان دول ماسكين كل حاجة في منظمة الماسونية، وبيتكلموا مع الكائن الخفي بلغة كان محدش بيفهمها من الحراس، وكان بيجيبوا كل مرة خريطة العالم ويحطوا احجار شكلها غريب زي الاحجار الكريمة. طبعا انا جمعت المعلومات دي ان عين ممسوحة مش بيدخل المدينة المنورة، مكتوب على جبهته كلام غريب، والماسونية دي مواصفات واحد بس، اكيد اكيد المسيح الدجال. انا مصدوم فعلا لما جمعت المعلومات ببعض بعد ما قرأت ان كل المواصفات منطبقة بالظبط على المسيح الدجال، وكمان مكتوب انه بيحكم العالم لكن لسه مقيد بقيود وسلاسل. وفرضنا ان الكلام ده صح، المفروض نعمل ايه؟ لازم اي حد مش بيصلي يصلي، ولازم كلنا نرجع لربنا عز وجل عشان نحمي نفسنا من فتنة المسيح الدجال. طبعا يا شباب انا مش بأكد على الموضوع ده لان ده في الاخر مجرد كلام والله اعلم الحقيقة فين، وده غير ان الموقع على النت منقدرش نقول انه صح او غلط عشان ده عند ربنا كله. استنوا كل خميس بالليل فيديو فلوج وفيديو عن منظمات وحاجات غريبة في AX. ما تنسوش تشتركوا في قناة الفلوجات. سلام عليكم.